أدى رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني اليوم زيارة مفاجئة لمدرسة التعليم التقني والتكوين المهني للبناء والإشغال العمومية في مقاطعة الرياض، حيث تجول في مختلف أقسام وورشات المدرسة. وأكد صاحب الفخامة خلال كلمة توجيهية له في أحد المدرجات أمام إدارة ومكوني وطلاب المدرسة أنه قرر زيارة هذا المركز في هذه المقاطعة المهمة مع بداية افتتاح سنة دراسية للاطلاع عن قرب على ظروف وسائل التكوين والإجراءات المتخذة من أجل ضمان الوصول للأهداف التي حددت لقطاع التكوين المهني. وأضاف رئيس الجمهورية أن قراره بإنشاء هذه المؤسسة ضمن مؤسسات أخرى عديدة تم افتتاحها منذ 2019 جاء قناعة بأهمية التكوين المهني للاقتصاد الوطني ولتشغيل الشباب ومكافحة البطالة في صفوفه، معتبرا أن هذا المركز يعتبر أول مؤسسة تكوين مهني تفتتح في مقاطعة الرياض، وقد وفرت لها جميع الإمكانيات والتجهيزات لتتمكن من إعطاء تكوين ذي جودة لشباب هذه المقاطعة وشباب البلد بشكل عام، معبرا عن ارتياحه للإقبال الكبير على المؤسسة التي نظمت هذه السنة مسابقة للسنة الأولى أمام 792 طالبا في 15 تخصصا. وقال رئيس الجمهورية إن البلد يوفر الآلاف من فرص العمل، يصعب على الشباب الاستفادة منها بسبب نقص التكوين المهني خصوصا في مجالات البناء والزراعة والمطاعم والفندقة، مؤكدا أنه يعول كثيرا على هذه المؤسسة داعيا طاقمها الإداري إلى تحمل المسؤولية الكاملة من أجل أن يصبح هذا المركز نموذجا تتسابق المؤسسات الاقتصادية لاكتتاب خريجيه. وأكد رئيس الجمهورية أن مشكل البطالة وتشغيل الشباب وتطوير الوحدات الاقتصادية وازدهارها مشروط بقدرة البلاد على توفير الظروف الضرورية لتكوين مهني جيد. ووجه صاحب الفخامة نداء ملحا للشباب بالتوجه إلى التكوين المهني والاجتهاد في اكتساب الخبرات الضرورية مما سيضمن لهم الاندماج في الحياة المهنية والاستفادة من كل فرص التشغيل المتوفرة، مطالبا القطاع الخاص بضرورة التنسيق مع مؤسسات التكوين والتعاون معها من أجل تحسين جودة التكوين. وألزم رئيس الجمهورية وزيرة التشغيل والتكوين المهني باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل خلق ديناميكية من أجل ضمان تنظيم وجودة التكوين في هذه المؤسسة. رافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية سيد مختار الجاي، ووزيرة التشغيل والتكوين المهني السيدة زينب بنت أحمد ناه، ووزير التجهيز والنقل السيد محمد علي والسيد محمد.